مايوت أو ماوري، جزيرة في المدخل الشمالي لقناة موزمبيق بالمحيط الهندي، ضمن أرخبيل من 4 جزر تشكل 3 منها جمهورية جزر القمر، فيما بقيت مايوت تحت الإدارة الفرنسية. مايوت أو ماوري كما تنطق محلياً مكونة من جزيرتين، الجزيرة الصغرى التي تركناها والجزيرة الكبرى التي سننزل على مرفئها بعد لحظات إن شاء الله. هذه الجزيرة حكمها النباهنة عقودا طويلة، وكذلك حكمها المناذرة، وفي فترة من الفترات وقعت ضمن نفوذ السيد سعيد بن سلطان في هذا الأرخبيل من الجزر 4. تفاصيل كثيرة سنحاول أن نتتبعها، خاصة وأن موقع هذه الجزيرة على قناة موزمبيق معناه أن كثيرا من الأشرعة العمانية قد عبرت من هذه القناة، والكثير من العمانيين منذ زمن بعيد جدا قد استقروا في بعض هذه الجزر. معا نحاول أن نتتبع شيئا من هذه التفاصيل وما تبقى من آثارها. تحيط بالجزيرة شعاب مرجانية كانت تحطم السفن التي تقترب من شواطئها، إلا لمن يعرف مداخلها، لذلك قيل بأنها سميت قديماً جزيرة الموت. تبلغ مساحتها 375 كيلومتراً مربعاً بطول 39 كيلومتراً وعرض 22 كيلومتراً، وأعلى ارتفاع للجزيرة عن سطح البحر هو 600 متر. وهي كباقي الجزر القمرية مناخها استوائي، ولها فصلان في السنة، فصل الحرارة وهطول الأمطار وفصل الاعتدال في درجة الحرارة. دخل الإسلام جزيرة مايوت منذ وقت مبكر من القرن 2 الهجري 8 الميلادي، وهناك من يرجعه إلى عام 86 أو 96 للهجرة. ويشير الرحالة والجغرافي المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر إلى تردد العمانيين على هذه المنطقة من قبل ظهور الإسلام، ويذكر أنه ركب البحر من هنا إلى عمان سنة 304 للهجرة. يوجد في مايوت اليوم أكثر من 230 مسجدا تتوزع في أكثر من 70 قرية. شربتم فضلتي من بعد سكري، ولا نلتم علوي واتصالي، مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي.
نبدأ الجولة من الجزيرة الصغيرة وتسمى الأرض الصغيرة، وحاضرتها بامانزي، وبها إحدى العواصم القديمة لمايوت وهي تزاوتزي. قدم لنا علي سعيد عثمان مدير مؤسسة الثقافة بالجزيرة الدعوة لزيارة بعض المواقع التاريخية، مبتدئاً بهذا المبنى الأبيض القديم على هضبة مرتفعة في تزاوتزي، تكشف المنطقة ولا تغيب عنها الشمس طوال النهار. المبنى كبير الحجم، ملامحه العامة أوروبية. كان مبنى ممثل الحكومة الفرنسية في الجزيرة سكناً وإدارة، كما كان كذلك في المبنى القديم الذي أقيم هذا على أنقاضه. ورغم أن السلطة الفرنسية قد ثبتت على الواجهة هذه اللوحة التي تشير إلى العام 1844، وهو العام التالي لاستلام فرنسا الجزيرة، إلا أن هناك أكثر من رواية لتاريخ تأسيسه، منها أنه قد بناه السلطان سالم الثاني عام 1792، وسالم الثاني هو صالح بن محمد بن بشير المنذري، ورواية أخرى ترجعه إلى عهد بوانا كومبو الثاني عام 1820، وثالثة تنسبه إلى عهد أندريان تسولي، أي أندريان الذي أسلم، الملاجاشي الذي تنازل عن الجزيرة لفرنسا في إبريل عام 1841. أنشأ الفرنسيون المبنى الحالي عام 1885 بعدما تهدم القديم الذي بقي منه هذا الجدار الذي يحمل الدرج مدللاً على تاريخه القديم. جدرانه مكونة من طبقتين بينهما فراغ واسع للتقليل من درجة الحرارة. استوقف الفرنسيين لاحقاً وجهة المبنى ليكتشفوا أنه يستقبل القبلة، وقد أخضعوه للدراسة والبحث بعد 150 عاماً على مجيئهم، ليخرجوا منه بالعديد من الاستنتاجات المهمة، وما زال محل بحث ودراسات. يصر مضيفنا على الدخول من الجهة اليمنى للدرج. يعتقد أيضاً بوجود نفق منذ عهود السلاطين المحليين يربط المبنى بالبحر. حالياً هو مبنى مهجور وغير آمن للاستخدام، وقد رصدت له موازنة سخية لتجديده بنفس الطراز، ومن المزمع أن يصبح متحفاً للجزيرة. وروحي
موقع آخر من الجزيرة الصغيرة الأنيقة اسمه بولي. إنها مستوطنة بشرية تعود لحوالي 1200 عام، فهذا المسجد ما زال يحتفظ بمكوناته الأساسية ويعود للفترة بين عامي 1100 إلى 1300 للميلاد حسب الآثاريين. وليسمح لنا بالدخول فلا بد أن نخضع لبعض الاشتراطات في اللباس. الأسود ممنوع والحذاء ممنوع ولا بد من إزار. وهي هنا من مظاهر الاحتشام واحترام الموتى الذين دفنوا هنا. أما إيقاد هذه الأعواد ففيه تذكير بنار الآخرة. جدران المسجد حجرية عريضة، قاعة الصلاة متوسطة المساحة، وعلى الجانبين جداران متوازيان يوفران ممراً طولياً ربما لتتحمل الجدران وزن السقف أو لأي استخدام آخر. ما زال المحراب متكاملاً إلا أن هذه الشجرة قد تغلغلت فيه وطرزته بنقوشها الطبيعية. في الخلف يوجد حوض الاغتسال يتناسب مع حجم المسجد، وفي الخارج بئر ماء كبيرة يصل عمقها إلى 24 متراً. يأتي بعض الناس إلى هنا حسب معتقداتهم للدعاء وطلب الحاجات بما فيها طلب المطر. وحسب مضيفنا فحتى قدوم الفرنسيين عام 1841 كان في الجزيرة مسلمون وديانات أخرى كالوثنية، وكانوا يمارسون النيروز، إلا أن اليوم لم تعد تلك الديانات موجودة والسائد هو الإسلام. ويضيف أن الدعاة إلى الإسلام لم يتدخلوا في بعض الأعراف والتقاليد، لذا نرى زجاجات ماء الورد مثلا على هذا القبر والعديد من الممارسات، ولا يعرف صاحب هذا القبر ولكن يسمونه كاشكازي أي موسم الأمطار. وعلى هذه الساحة الصغيرة تعقد بعض الاجتماعات لمناقشة بعض القضايا والخروج بقرارات، كما تمارس فيها بعض الطقوس. ليس بعيدا عن المسجد وبجانب البحر تقع مقابر باغامويو وتعني كسير القلب، وهذا الاسم نفسه موجود في الشاطئ المقابل تقريبا على سواحل تنزانيا، وكلاهما يوصفان بأنهما كانا موانئ لتصدير الرقيق. يبلغ عددها حوالي 1000 قبر لمسلمين وغير مسلمين. قدر أن المقبرة تعود إلى العام 840 للميلاد، وربما وجدت المقابر والمدينة والمسجد في نفس الحقبة، وقدر عدد السكان آنذاك ب6000 نسمة. ويبدو أن البحر كان بعيدا عن هذا الموقع، فعند حدوث المد البحري تصبح هذه القبور تحت الماء. نترك الجزيرة الصغيرة ونتوجه إلى الجزيرة الكبرى القريبة منها. نصعد إلى مدينة تسينغوني وتعني الرقبة، ومن تسمياتها الشعبية هاموارابو أي حي العرب
أو حيث يسكن العرب. كانت في الماضي مدينة متكاملة، أتى عليها الغزاة من مدغشقر وهدموا سورها الذي كان يحميها، واختفت معالمها. وهذا هو مسجد تسينغوني التاريخي الذي بناه السلطان عيسى بن محمد عام 1538 على أنقاض مسجد أقدم وأصغر بناه رجل قدم من عمان حوالي عام 900 للميلاد. والسلطان عيسى هو الذي نقل عاصمة الجزيرة من ميتسامبورو إلى هنا، وبعد وفاته حكمت ابنته آمنة التي انتقل الحكم منها إلى بوانافوم بن علي النبهاني القادم من باتي، ثم إلى ابنه علي زوج السلطان آمنة، ثم إلى ابنه عمر الذي حكم 40 عاما، ومنه إلى أكبر أولاده علي بن عمر، وبعده تولى شقيقه أبو بكر بن عمر النبهاني الذي خلفه ابنه سالم، ثم بوانا كومبو بن سالم الذي عرف بسالم الأول. إذن فقد حكم النباهنة مايوت حوالي 195 عاما ليتحول الحكم إلى المناذرة، حيث تزوج صالح بن محمد بن بشير المنذري ابنة سالم الأول عام 1789، وورث منه حكم الجزيرة، وعرف بسالم الثاني الذي نقل العاصمة من تسينغوني إلى تزاوتزي، وقام بتحصينها من أعمال القرصنة، والذي ينسب إليه المبنى السابق لهذا المبنى الذي زرناه في بداية جولتنا في الجزيرة. الإضافات الجديدة لمسجد تسينغوني ملاصقة للبناء القديم. هذه صورة المسجد قبل الإضافات. المعمار العربي الإسلامي يتجلى في معظم التفاصيل. تعده فرنسا بحكم إدارتها للجزيرة أقدم مسجد في فرنسا. جدران عريضة تتحمل السقف الأصلي من الخشب والحجارة. هذه الكوة لوضع المصاحف، وربما كانت أيضاً لوضع المصابيح. مدخل خاص للإمام والوجهاء، ومداخل أخرى للمصلين. المحراب تحفة معمارية، على جانبيه لوحتان كتب عليهما: بنى هذا المحراب السلطان عيسى ابن السلطان محمد يوم 14 من ذي القعدة بعد مضي 44 و900 من الهجرة النبوية. أولا لابد أن نعرف أن هناك فرق بين الدين واللغة. اللغة العربية هي لغة تتكلم لجميع الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، والدين الإسلامي يطبقه طبعا المسلمون فقط. هنا في مايوت طبعا مايوت تجمع بين هذين الأمرين، أولا الإسلام لأننا تقريبا عندنا ما يقرب عن 98% من المسلمين، ولكن هذه الجزيرة هي تابعة للحكومة الفرنسية، هي كانت تابعة لجزر القمر حتى سنة 1975 ثم انفصلت عنها في هذا الوقت وأصبحت فرنسية حتى الآن. فالثقافة طبعا القديمة هي موجودة من بين أجدادنا، ونحن طبعا اتخذنا هذا الطريق، أصبحنا مسلمين نقرأ في المدارس القرآنية وكل هذه الأمور. بما أن اللغة العربية هي لغة رسمية كأي لغات الأوروبية، مثلا في المدارس الفرنسية
هي تدرس كلغة أجنبية ثانية. إذن اللغة الأجنبية الأولى هي اللغة الإنجليزية، أما اللغات الأجنبية الثانية هي كالعربية والإسبانية والألمانية، كل هذه اللغات تدرس بنفس الطريقة التي تدرس اللغات الأخرى. هذا في الجانب الرسمي. نعم. أو الموقف الرسمي من اللغة العربية. نعم. الاهتمام الشخصي لنفترض لدى بعض المايوتيين اهتمامهم باللغة العربية، هل هو نابع من كونهم مسلمين أم لأن هناك أيضا تاريخ عربي في هذه المنطقة والكثير من أهل هذه البلاد من أصول عربية؟ أظن أنه الاثنين. أولا كأننا مسلمين فيجب علينا أن نتعلم ديننا، وأحسن طريقة لتعلم هذا الدين هي اللغة العربية. في زمان القديم قبل مجيء طبعا الفرنسيين إلى هنا، كل الناس كانوا يتكلمون أو يبحثون في التكلم عن اللغة العربية، لأن هناك عرب أتوا إلى هذه الجزر من قديم زمان، ولما أتوا إلى هنا كان اهتمامهم فعلا، كانوا قبل ذلك تجار، ولكن كان اهتمامهم الأول أيضا هو تعليم الناس الدين الإسلامي. في الحقيقة لم يكونوا طبعا متعلمين متخصصين في هذه اللغة، ولكن كانوا يتكلمون لغة ما بدرجة ما للغة العربية، فهذه الدرجة من اللغة كانوا يعلمونها للناس، ومن خلالها كانوا يريدون طبعا أن يعلموا الناس الدين. لذلك طبعا بدأوا في تعليم القرآن، تعليم الفقه، وكل الناس الذين تعلموا وأصبحوا متدينين اليوم طبعا أتوا من هذه الطريقة. لذلك نقول طبعا المرة الثانية إن هذه اللغة هي لغة طبعا نبعت من أصول أتت من الخارج، نحن نقول من الخارج فعلا، طبعا اليوم نعرف أنها هي الدول هي الحشود العربية التي وصلت في ذلك العين، وفي نفس الوقت طبعا نحن نتمسك بها لأنها هي لغة ديننا. الجمعة كان الجمعة تؤدي إلى العاصمة. مدرسة النور بقرية كاويني تستثمر أوقات الفراغ من التعليم النظامي والرسمي لتغرس في أبناء القرية تعاليم الدين الإسلامي واللغة العربية. تأسست قبل أكثر من 50 عاماً على يد الشيخ الصوفي السيد أحمد بن عبد الله جمل الليل. استقبلنا طلابها وإدارتها بحفاوة كبيرة، كما حرصوا على عقد حلقة تعارف وتدارس. وسلام الله عليكم ضيوفنا الكرام الأعزاء، سلام الله عليكم وأنتم تريدون في هذه الصرخ العلمي.
الأول تعليم علوم الشرعية المطهرة بالسند الصحيح المتصل. هذا شرف لنا احنا ان نحضر يعني هذه المناسبة ونتعرف على هذه المدرسة، وبدأ نشكركم بداية من الاستقبال الجميل يعني كل صور الاستقبال ما شاء الله عليكم يعني، وسعداء جدا ان نجد اخوان لنا امثالكم ونجد مدرسة مثل هذه يعني تقوم بهذه الرسالة النبيلة وهذه الرسالة المأجورين عليها إن شاء الله عند الله تعالى قبل أي شيء وقبل أي إنسان، وأن تكون هذه الأجيال موجودة هنا بدءا من الشيخ الفاضل. يعني نحن نتشرف به، أستاذنا نتشرف به كأستاذ لغة عربية. أنتم إلى الأطفال إلى الأولاد إلى البنات، هذا شيء يثلج الصدور بالنسبة لنا نحن، يعني فعلا نخرج بانطباع جميل، بانطباع نشعر أن اللغة العربية والدين الإسلامي بخير يعني في كل بقاع العالم. فشكرا لكم على هذا الترحيب، على هذا الاستقبال، ودعاء مخلص من القلب يعني أن تستمر مثل هذه الجهود. يعني ونحن إذا كان لنا دور إعلامي بسيط هو توصيل شيء من هذه الصور. يعني غرس العمانيون وإخوانهم العرب في هذه المنطقة ومنذ زمن بعيد شجرتي الإسلام واللغة العربية. لا تخلو المدن التقليدية من لمسات عربية إسلامية، لم يعد سهلاً العثور هنا على أسر عمانية ممتدة النسب إلى عمان، فقد اختلطت وذاب معظمها في النسيج السكاني بين عربي أو حضرمي وبين شيرازي، وربما اختلطت معهم قبائل البانتو الإفريقية إلى جانب الأوروبيين الفرنسيين الذين يحكمون الجزيرة. اقتربنا هنا من المجتمع المايوتي أكثر، جئنا لحارة مبين أنها حارة مايوتية فعلا، ماجيكافو. ماجيكافو معناها
يعني لو قرب ليس هناك ماء، لا يوجد ماء أو جفاف، جافة من الماء طبعا. هل هي جافة من الماء فعلا؟ المكان كله ما شاء الله خصب يعني. والله لا أدري لماذا ولكن تسمى فعلا هكذا. أيوة. سمعنا عن أسرة، طبعا احنا نزور مختلف المؤسسات، الأسر، الفئات المجتمعية، وسمعنا هنا عن أسرة لها أصول عمانية، حتى سمعت أنه يسموا بالمسقطي. نبغي لو يعرفونا بأنفسهم أكثر. ومجاس ربما من تلفزيون ومي الرجل من كبره يعني تخونه الذاكرة. نعم. هو على الحقيقة هو لا يفهم حتى ما جينا به هنا. نعم. فعلى الحقيقة هو يحكي قصته بأنه ولد هنا في بيوت في مدينة طمانزي. أبوه هذا هو ابن مع المسقطي الذي نتكلم عنه. نعم. إذن هو لقب المسقطي من جده. ومن جده. نعم. نعم. جد مسقطي هذا فعلا هو خرج من عمان وأتى إلى هنا وتزوج هنا وأنجب أباه. طبعا الرجل هذا لما خرج من هناك وأتى إلى جزيرة مايوت في مزنبور، في مدينة اسمها مزنبور في الشمال. أيوة. ومن هناك هو تزوج وأنجب هؤلاء الأولاد، يعني أحمد صوفو وسليمان صوفو ومن منتنا حسين صوفو وهؤلاء طبعا من صوفو. يعني هذه أسرة انتقلت مع الأسر اللي انتقلت من موهيلي إلى مزنبورو، هذه لأنها كانت عاصمة، صحيح؟ أيوة. طبعا مزنبورو كانت عاصمة حق في وقت الهجرة، إيكاوا كابيتال وقتون كان العاصمة في مزنبورو. فهم جو كونهم من رعايا الملكة الأسرة، هذيك الأسرة الحاكمة. أما عبد الله بن مسقط فيرى أنه ربما سمى جده والده باسم مسقط لتبقى ذكرى البلاد التي قدم منها أسلافه، فيما يحاول هذا الشاب الحاصل على الدكتوراه أن يوثق لشجرة العائلة وصولاً إلى جدهم المسمى مسقط. اسم أبي مسقط. أبوك اسمه مسقط. باباه رجل مسقط. مسقط. أنا عبد الله بن مسقط. أنت عبد الله بن مسقط. نعم. تعرف ليش والدك اسمه مسقط؟ سجوا مناتين باباه أهيروا مسقطي. سجوا بعد لرا فمك تسجوا باباه يركن سوي ليلة بهني على يسوليهانو. هو يظن مش مالك ولكن يظن أنه أعطى هذا الاسم حتى لا ينسى المكان الذي أتى منه. Yeah.
علاقتنا بالثقافة العربية ليست وليدة اليوم. أكيد ليست وليدة اليوم، والدليل على ذلك هي الحفلات التي حضرناها اليوم مثلا، أنها تعتمد على نصوص من التراث الإسلامي. التراث عندنا تراث تصوف إسلامي من القادرية والرفاعية والشاذلية على سبيل المثال. ففي هذه الحفلات كانوا نساء أو رجالا يغنون بالعربية، بالعربية يعني نصوص عربية تغنى بالعربية. فعلا احنا لاحظنا بعض الفرق تؤدي إنشادها بقصائد من أمهات القصائد العربية، وإن لم يعرفوا ماذا يقولون. يعني أعتقد معظم الفرقة هي هم لا يعرفون ماذا يقولون، ولكنهم يرددون. يعني هذه من الصعوبة بمكان إنه أحيانا العربي نفسه الذي يتكلم العربية من الصعوبة أن يؤدي إنشاد أو يؤدي قصيدة بهذه الدقة. هذه في التراث أو هذا في التراث المايوتي وارد وعادي تماما، لأن الناس كما سبق وتحدثنا عن يتعلمون العربية أو قراءة العربية، فقراءة العربية شيء عادي. قضية الفهم ما تغني، كلنا نغني بالإنجليزية ولا نفهم الإنجليزية ونغني بلغات أخرى، فشعور المايوتي بعلاقته بالإسلام ونوعا ما بالعروبة يجعله يغني هذا، ولا يستغرب أن يكون هو لا يفهم، لأن العلاقة علاقة ثقافية، علاقة تراثية، وليست علاقة فهم. هي علاقة كمن يمارس الفن قد لا يفهم، حتى الفنان الرسام قد يرسم شيئا ولا يعرف ما يرسمه. يعني إذا لماذا وضع هذه نعم، يعني يبدو أنه كون المايوتيين تربوا على القرآن الكريم، فهم بالتالي يمكن أن يكونوا أقرب عندما يريدون تعلم العربية، يعني الطريق أقصر. أكيد، لأن الأحرف سبق أن تعلمها وهو في الكتاب ونطق بها وهو في الكتاب، فعندما يتعلم العربية في المدرسة الحكومية لا يلقى صعوبات في النطق على سبيل المثال، يبقى أن يعرف كيف تركب الجملة إلى هذه المسائل التي يعرفها المدرسون والمربون. نعم تمام، وأنت ما شاء الله مثال على المايوتي الذي يتحدث العربية. شكرا لك أستاذ عبد الكريم. الله يخليك. شكرا شكرا الله أحسن. ثلاث فرق نسائية مايوتية أنيقة قدمت عروضا خاصة لتلفزيون سلطنة عمان. تسمى الحفلة هنا حفلة الديبع نسبة إلى مؤسسها في الجزيرة. إنهم يتغنون بأمهات القصائد العربية وخاصة الصوفية والمديح النبوي.